مجموعة من الأخبار الفنية حمزة غادي نتكلموا عليها مشاهدينا، والبداية غادي تكون مع الفنانة دنيا بطمة ومحمد الترك. فلا تزال قضية دنيا بطمة ومحمد الترك تتصدر عناوين الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي مع كل التطورات الجديدة اللي كتوقع فيها، وأيضا كل تصريح كيصدر من الثنائي. مؤخرا تلقات دنيا بطمة واحد اللايف تجاوز ساعة بكت فيه وعبرت فيه على الأسى والألم ديالها، وهذا اللايف جاء من بعد ما تم إخلاء سبيل الطليق ديالها محمد الترك بكفالة مالية، وكان السبب هو الخيانة الزوجية والتشهير. أكيد حمزة، فالفنانة دنيا بطمة ما قدرش تمالك نفسها وبكات بتأثر من بداية البث أو اللايف اللي دارت في الانستغرام، واللي وضحت فيه بزاف ديال الأمور اللي كتربط بينها وبين محمد الترك. غادي نشوفوا مقطع من اللايف ونرجعوا نكملوا أخبارنا. اللي كانت خيانتك والله ما كتهمني ولا تهز الشعره مني، لانه انا بالفعل ديالك اللي بحال هاد الامور وكانت خارج الدار ديالي عليها وعلى مجموعه ديال الامور اللي غادي يكتشفها الراي العام من بعد، اللي كنقول لكم حقيقه اللي غتعرفوها من بعد وفي اخر المطاف واخر هاد المسلسل اللي ما بغاش يتقاضى، اللي عيوني به، عيوني بالمؤامرات، عيوني بالخبط اللي انا ما كبرتش فيه ما كنفهمش فيه، عندي قلب ديال الدري الصغار، وقنتاير معاك من الصباح حتى العشيه، وتجي عندي وتبوسني ونبوسك ونعنقك، والله يعاون الله يعاون، ما كنهزش في قلبي. ولكن على ديك الامور اللي كانت كتوقع وانا تيوصلني، موسى ما بغيش نمشي لهداك المكان باش من اول حاجه ما نطيحش من راسي، انا كفنانه كبيره نجي انا ندخل على واحد مع وحده، هذا الشيء كينقص مني انا، ما عندي ما ندير به. هذه الامور اللي كنت انا كنخفيها اوكي، واللي من بعد طلبت على قبلها طلاق شقاق، انت في هذه اللحظه اللي طلبت فيها طلاق شقاق انت ما بقيتيش كتهمني، دير اللي بغيتي. كيفما شفنا مشاهدينا دنيا بطمة بكات في هذا اللايف وعبرت على مجموعة من الأمور اللي وصلت العلاقة الزوجية ديالها لهذا المستوى رفقة محمد الترك، وقالت دنيا بطمة في هذا اللايف هذا أمور اللي خصاتها وأمور اللي عانت منها واحد النهار رفقة محمد الترك لا في المغرب ولا في البحرين كوثر. والأمر المهم أنها حطت هذا اللايف هذا بوست فيسبوك في انستغرام ديالها وفي الصفحة الرسمية الانستغرام ديالها، حتى اللي ما دخلش يشوفوه راه غيلقاه مرفوق بواحد العنوان، علاش ملي كان الحالة ديالي أو ملي كانت الأمر معلق بي ما عملتيش هذه الحالة هذه، فبيننا الله، وكنتمنى أن القضاء المغربي ينصفني في الأيام المقبلة. بدوره محمد الترك ما التزمش صمت ودار بزاف ديال لي لايف للرد على كلام دنيا بطمة، ومن بينها اللايف اللي دار في السيارة ديالو اللي تجاوزت بدوره المدة ديالو ساعة ديال الوقت، تكلم فيه على مجموعة من الحقائق اللي كتخص علاقته بدنيا وتحديدا ما كيخص قضية الخيانة الزوجية، واختموا بالاعتذار من أهله في الكويت والابنة ديالو حالة، وتأسف على علاقته بدنيا وفين وصلت وشغل في الأخير. أغنية الفنان حسين الجسمي دعيت الله، شوفوا محمد ترك ونرجع. ليش نجيب الدفان ديالك حلاوي بابا؟ لا تزعلين من أبوك، لأن يوم تخرجك اللي كنت أحلم فيه ما كنت واقف معك. ناس بزاف راحت في حياتي لاني كنت واقف راجل، ما خصو حتى واحد يكون راجل، اهلك ثم اهلك ثم اهلك. طاح على شنج، انت شو استفدت يا محمد ترك؟ يلا شنو ردوك في النهاية يا محمد ترك؟ شنو ردوني؟ قمار؟ ترديت قمار؟ شفار؟ مرتشي؟ مع الاعداء؟ كل هذول الناس اللي كيحبوك من قلبهم. مشاهدينا انتم شفتوا اللايف، فمن بعد هذا اللايف هذا هز حويجته محمد الترك وانتقل
أو سافر إلى البحرين من أجل أنه يتلقى الوليدات ديالو اللي ما شافهمش هذه 3 سنين. وهذا الفيديو هذا هو طبعا وثقوا وحطوا في لاباج اوفيسيال ديالو على الانستغرام. وبهذا نكونوا ختمنا هذا الموضوع ديال دنيا بطمة. والان غريب حمزه انه يعني دار بزاف ديال لي ستوري الى جانب الصور ديالها وكتب عباره عن ميسيو او اشتقت اليك وتوحشتك، وصور حتى السيارات ديالها اللي كاينين في البحرين وغسلهم وقال لها بلي السيارات ديالك كينتظروك. ف السؤال اللي غادي نسول المشاهدين واللي بغيتهم يجاوبوه هما جالسين كيتفرجوا فينا، كثرة الفيديوهات لا من دنيا لا من ترك لا من الإنسان اللي خرجت مؤخرا كتهضر وتهي داخلة في القضية، لمن انتوما قلبكم كيميل اكثر او لمن كتيقوا بكثرة الفيديوهات كوثر ما بقيناش عارفين مش من طرف غادي نتيقوا بش من طرف غادي نامنوا ومعاش من طرف غادي نميلوا، لان الكل يبكي في الفيديوهات والكل صراحة كنتأثروا ملي كنشوفوا الفيديو ديالو. فنتمنى ان مرة اخرى القضية تاخذ المجرى الصحيح ديالها وتكلم الامور وترجع دنيا ومحمد ترك، لان في الاخر شكون هما الضحيه؟ هما الوليدات. كنتمنوا الامور ترجع بيناتهم لمجاريها، وحتى الا ما رجعت يعني الامور كيف ما كانت بيناتهم انهم يعني هذه القضيه تسالي بخير وعلى خير وحتى واحد فيهم ما يتأذى.